مواصلات موسيقية سواء من قبل الطلبة أو الأساتذة اللي راح يطروا مثل هذه الورشات والمنتديات. نعم، شكرا لك محمود، دائما مسعد بوجودك معنا في حلقات برنامج دقيقة. جديا مسعد بوجودك معنا بالتأكيد. إذا الافتتاح سيكون اليوم إن شاء الله الساعة 8 مساء إن شاء الله، وبعدها أكيد راح تتوالى السهرات. فقط من خلال هذا البلاتو نوجه دعوة لكل الجماهير اللي راهي تستمع فينا، أنه الدعوة موجهة للكل، دخول مجاني إلى قاعة ابن زيدون، لكن في حدود الأماكن